بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نعمل مع بعض النهاردة البتنجان المقلي بخلطة جميلة جدا. أول حاجة جبت البتنجان وغسلته قطعته ورشيت عليه شوية ملح، ملح خفيف كده، وسيبته في مصفى لما نزل ميته. لو حابين تقشروه قشروه، وبعد كده هشطفه وصفيه كويس من المية وهبتدي أقليه. ودلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي اقلي البتنجان. انا بسخن الزيت كويس جدا عشان لو الزيت بارد البتنجان هيشربه هيبقى مش حلو. طفيت النار بس شوية على ما الزيت يهدى لانه سخن قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قشرته، انت ممكن ما تقشرهوش، انا اعرف ان اللي ما بتقشرش بيبقى اسيب. هو ما بياخدش وقت في القليه، بيتقلى على طول عشان تخلوا بالكم عشان ما يتحرقش منه. وبعد ما البتنجان بيحمر بقلبه على الناحيه الثانيه. وبعد ما قليت البتنجان هبتدي اعمل له الخلطه او الدقه بتاعته. عندي توم وفلفل احمر واخضر، ممكن لو بتحبوا الفلفل الحامي تحطوا فلفل حامي. وهيبقى عندي كمان شويه خل، وعندي عصير ليمون، والتوابل هيبقى عندي ملح. طبعا هنخلي بالنا من الملح عشان البتنجان كان عليه ملح، ممكن ندوق الاول. وفلفل اسمر وكمون مطحون وكزبره ناشفه مطحونه وشويه نعناع ناشف. هدوق الحاجات دي مع بعض وارجع لكم ان شاء الله. وبعد ما دقيت التوم والفلفل مع بعض هحط لهم التوابل وهحط لهم الليمون والخل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلبهم كويس، وبعد كده هظبط الملح بتاعهم وابتدي احطهم على البتنجان. احط الليمون، انا هحط عصير نص ليمونه لان الكميه اللي عندي قليله. واحط شويه خل حوالي معلقتين او ثلاثة كده. انا كنت الاول ما بحطش لا ليمون ولا كزبره ولا نعناع، بس لما عرفت الطريقه دي لقيتها بتفرق كتير جدا في طعمه وريحته، بتبقى جميله جدا. ودلوقتي هبتدي ارص البتنجان واحط عليه الخلطه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط حبه في الاول كده على الارضيه عشان اللي تحت يشرب منها. وبعد كده بحط طبقة من الخلطة واكمل رص البتنجان. بجد الطريقة دي بتبقى جميلة جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. وبالهنا والشفا.